ترأس المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا القداس الاحتفالي بعيد قلب يسوع الأقدس، وذلك في كنيسة قلب يسوع الأقدس في مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح، بحضور عدد كبير من الكهنة وكهنة السلزيان والراهبات والمعهد الإكليريكي وجوقة الناصرة التي حضرت خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة، وممثل رئيس بلدية بيت لحم والمجموعات الكشفية والرواد الكشفيين وجماعة المؤمنين. بعد تناول القربان المقدس ابتدأت المسيرة السنوية التقليدية التي انطلقت من الكنيسة، تقدمتها الصليب والمبخرة وجماعة المؤمنين ورئيس الأساقفة الذي طاف بجسد المسيح، وعلى أصوات عزف مجموعة كشافة دون بوسكو طافت شوارع وأزقة بيت لحم وصولا لكنيسة سانتا كاترينا، حيث أقيمت صلاة الزياح بمشاركة جميع المؤمنين. The meaning is the love of Jesus, and then we have a very long procession in all the old city of Bethlehem, and we as Christians want to show our love for Jesus along all the streets of Bethlehem, more than 1 hour of procession, and it's wonderful to see how the people participate, Christians but also how Muslims respect our prayers. هاي الدورة الجميلة اللي هي ماشيين بحسب وعود وتوصيات يسوع إنه نكرم جسده ومحبته للبشر ونبادل الرحمة والحب تبعه بحب ورحمة تجاه بعض. كل سنة الأباء السلزيان هم في بيت لحم بيرتبوا في هالمناسبة وهالعيد الحلو هاي الدورة مع كل المؤمنين في شوارع بيت لحم، من كنيسة الأباء السلزيان هون لهاي السنة رحنا لكنيسة سانت كاترين، ومع التراتيل والعزف تبع الكشاف وحضور كبير جدا للمؤمنين والأباء الكهنة والمدبر الرسولي عشان نعلن للعالم حبنا وارتباطنا بهالإله اللي هو حاضر وسطنا، الله معنا عمانوئيل في سر القربان المقدس حاضر معنا، وبنعلن محبته للعالم اللي هو وصانا ان احنا نحملها للعالم كرسل. الكل بيعبر عن محبته لقلب يسوع في النشاط الجميل ده والمظاهرة المسيحية الدينية اللي بترفع الراس، وهي الوحيدة اللي في كل الأراضي المقدسة بالقربان الأقدس في بيت لحم. فنشكر ربنا على اليوم الجميل ده، وعلى كل اللي شاركوا بنشكرهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير. كل سنة بشارك في دورة قلب يسوع الأقدس لأنه هذه الدورة بتعني لي كتير، لأنه قلب يسوع بيعني لي كتير، ونتمنى لكل الموجودين أنه تصير قلوبنا جميعا مثل قلب يسوع طاهرة ونظيفة. دورة قلب يسوع هي دورة تقليدية احترام وتجسد لقلب يسوع الأقدس بمشاركة المجموعات الكشفية، الراهبات، الأخويات، جماعة المؤمنين، الأساقفة والخوارنة، وهذا إشي دائما منشارك فيه عشان يضلوا متجسد في قلوبنا. طبعا اليوم احنا بنحتفل بعيد قلب يسوع الأقدس، العيد المميز عن كل الأعياد، وبنتمنى انه يحل السلام في بلدنا وفي فلسطين كلها، وان شاء الله الجميع ينعادوا عليها كل سنة هم سالمين وشكرا. وبعدها استكملت المسيرة بشوارع بيت لحم مرورا بأزقة بيت لحم القديمة حيث قرعت أجراس الكنائس، وعادت المسيرة أدراجها إلى كنيسة قلب يسوع الأقدس حيث أعطيت البركة، وبعدها أقيم حفل استقبال في قاعة الكنيسة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة قلب يسوع الأقدس بيت لحم.